بالعودة إلى كركوك، حيث قامت لجنة جمع التبرعات في مركز المنظمات الديمقراطية التابع للاتحاد الوطني الكردستاني بتوزيع الدفعة الأولى من المواد الغذائية والعينية التي تم جمعها من قبل متبرعين من أبناء كركوك لمساعدة النازحين إلى المدينة من الإخوة الأزيديين من مناطق شيخان. نحن لجنة جمع معونات للنازحين في إقليم كردستان، وبالأخص النازحين في من جبل سنجار من أهالي وأخوتنا اليزيديين. قام الناس الخيرين بجمع تبرعات كثيرة للنازحين، ومن ضمنها الألبسة والمواد الغذائية، وقمنا اليوم بشحن شاحنة كبيرة وإرسالها إلى منطقة شيخان لوصول إلى إخوتنا اليزيديين لكي يستفادوا من هذه المعونات. ومن هاي المنبر نبارك الناس الخيرين الذين يقومون بهذه التبرعات. بحث رئيس الجمهورية الدكتور فؤاد